من عروس الشمال التركي طرابزون. نستعرض لكم اليوم مشروع راقي جدا، مشروع في منطقة أكشابات طرابزون. المشروع عبارة عن 6 بنايات سكنية بكامل الخدمات. أشرح لكم الخدمات اللي موجودة في المجمع. الخدمات اللي موجودة زي ما تشايفين مسطحات خضراء، بالإضافة إلى ألعاب أطفال، ملاعب رياضية، جلسات عائلية، شلالات، بالإضافة إلى مسبح مفتوح وأيضا صالة فتنس ومسبح مغلق موجود داخل صالة الفتنس. أضيف إلى ذلك أنه موجود أيضا بوابات إلكترونية ومواقف مغلقة ومواقف مفتوحة لكل صاحب شقة. تحت المنطقة اللي أنا فيها موجود محلات تجارية، موجود فيها كافيهات، سوبر ماركتات، بالإضافة إلى المطاعم المعروفة، وفي مطعم عربي أيضا موجود. جامع قريب من المجمع. مشروع متكامل في عروس الشمال التركي. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر عن المجمع. زي ما تشايفين الجلسات العائلية، المسطحات الخضراء، النباتات، زي ما تشايفين شيء راقي في هذا المجمع. ممرات جميلة جدا زي ما تشايفين أطرافها نباتات جميلة خضراء. الشيء الأروع من كذا أنه أغلبية الشقق واجهتها كلها إطلالة بحرية. تعالوا نديكم تفاصيل أكثر عن المجمع وعن الشقة، تفضلوا معنا. زي ما شايفين ورايا هذه البناية اللي بنصور فيها الشقة، واجهة زجاجية راقية بألوان براقة. تعالوا مع بعض نشوف ايش اللي موجود في الداخل. زي ما شايفين باب البناية من هنا، حتى مهتمين بدقة التفاصيل انه حاطين هنا ممر خاص، بالإضافة الى انه بوابة إلكترونية بأرقام سرية، يعني نقدر نفتح بأرقام سرية الباب. مدخل البناية من هنا. شوف الديكورات، يمينا على طول عندنا استقبال، حاطين استقبال للبناية، شيء راقي. المدخل فيه إنارات وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى سبوت لايتات. مهتمين بدقة التفاصيل والديكورات الجميلة، حاطين يعني خيزران، ديكورات جميلة. شوفوا المنطقة هذه، المنطقة الكبيرة، منطقة موزع للشقق في الدور الأرضي، ديكورات جميلة ورائعة. بالإضافة إلى المنطقة الداخلية هناك منطقة يعني للأطفال، مكان موقف للدراجات تبعهم. تعالوا نطلع نشوف تفاصيل الشقة فوق. وصلنا يا جماعة الخير الدور الثامن. زي ما انتم شايفين المنطقة اللي أنا فيها منطقة موزع للشقق، يعني في كل دور موجود 4 شقق ومصعدين. مهتمين في المشروع هذا بأدق التفاصيل، ورق جدران فاخر، حاطين ألوان راقية جدا، حتى أنه في كل دور كاتبين الدور الثامن مثلا بألوان زاهية. والشيء الأروع كمان أنه المنطقة هذه لو تلاحظوا سداسية، حاطين ايضا اللي هو الشبك حامي للاطفال، انه لا سمح الله اذا صار شيء لا قدر الله انه في حمايه للاطفال. واصل الغاز الطبيعي لكل شقه موصله بمواسير. بالاضافه الى ذلك عندنا مخرج من هنا للطوارئ، المخرج الاخر. وحتى لو تلاحظوا هنا برضو مستخدمين ورق جدران ألوان زاهية وبراقة، يعني شيء رائع، مشروع فخم وراقي جدا. زي ما قلت لكم أنا طلعت من المصعد هذا، في كل بناية في مصعدين، هذا المصعد الآخر. نكمل مع بعض تفاصيل الشقة، تفضلوا معنا نشوف تفاصيل الشقة. وصلنا مع بعض الشقة. شقة 4 غرف صالة بمساحة 212 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا فيها منطقة الكوريدور أو الموزع،
يسارنا توزيع الغرف، ويميننا عندنا المطبخ وعندنا غرفة الضيوف. نخش مع بعض على غرفة الضيوف. زي ما انتم شايفين المنطقة اللي أنا فيها منطقة غرفة الضيوف. المنطقة هذه فاتحينها ومخلينها مفتوحة على جهة منطقة السفرة، يعني نقدر نغطيها أو نقدر نخليها مفتوحة. منطقة السفرة عندنا هذه المنطقة نقدر نحط فيها طاولة السفرة، والمطبخ مفتوح على جهة منطقة السفرة. زي ما انتم شايفين مطبخ الدواليب بنظام هيدروليك، المكابح، الأدراج ألوان راقية وبراقة وحلوة ورائعة جدا. إطلالة منطقة السفرة إطلالة جميلة ورائعة على البحر زي ما انتم شايفين. وأيضا المنطقة هذه نقدر نخليها غرفة الضيوف، إطلالتها أيضا على البحر إطلالة رائعة. يعني نقدر نقول الغرف كلها إطلالتها على البحر. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. زي ما قلت لكم ان كنا احنا في غرفة الضيوف بجوارها المطبخ، وطلعنا مع بعض نكمل تفاصيل الشقة. زي ما انتم شايفين مقابل الغرفة هذه عندنا الصالة. الصالة مساحتها تقريبا نقدر نقول 30 متر مربع، 5×6. المنطقة هذه حاطين فيها ديكورات جميلة بإنارات ليد مخفية، منطقة نقدر نحط فيها التلفزيون، ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية، واجهة كبيرة زجاجية بأربع واجه يعني مرايات أو أربع زجاجات، إطلالتها المباشرة على البحر. شيء رائع، إطلالة بحرية مباشرة. في مخرج من جهة الصالة للبلكونة، نشرح لكم من الغرفة المجاورة إطلالتها الرائعة الساحرة على البحر. وما ننسى أيضا أنه في ديكور آخر هنا نقدر نستغل نحط فيها لوحة، نقدر نستغلها بديكورات جميلة. وما ننسى أنه الشقة كلها تدفئتها تدفئة أرضية، جهاز التحكم يكون من هنا، جهاز التحكم عن طريق التدفئة الأرضية. نطلع من الصالة نشوف تفاصيل باقي الشقة. في الكوريدور عندنا ديكورات رائعة جدا، فيها سبوت لايتات، يعني شيء رائع. مقابل المنطقة هذه عندنا الحمام الأول، وانتم بكرامة شوفوا مساحات دورة المياه، وانتم بكرامة نوعية دورة المياه. هنا الكرسي أفرنجي، شيء جميل. بجوار دورة المياه عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، المروش تبعها جاكوزي، شيء رائع ما شاء الله. يميناً على طول الغرفة اللي قلنا لكم عليها من جهة الصالة. مساحة الغرفة تقريباً أقدر أقول 3.5×4، صح أنها مساحة متوسطة ما هي كبيرة. إطلالتها المباشرة أو الواجهة الأمامية لها إطلالة بحرية. قلنا لكم من هنا جهة الصالة مخرج الأولاني، وهذه المخرج الثاني. البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة والصالة. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة الجميلة على البحر، وأيضا من تحت إطلالة المجمع. مساحة البلكونة أقدر أقول تقريبا 2.5×3 أمتار، مساحة جيدة للبلكونة الأمامية. نطلع من الغرفة هذه نشوف إيش موجود عندنا. يميناً هنا نجي الغرفة الثالثة. قبل شوية كنا بالغرفة الثانية، هذه الغرفة الثالثة مساحتها تقريباً زي الغرفة الأولانية أو أكبر شوية. بجوارها أخيراً غرفة الماستر. شوفوا مساحة غرفة الماستر، وشوف الديكورات السقفية، منطقة السرير، شيء رائع. وفي بلكونة صغيرة أيضا لها. وعندنا هنا منطقة الدريسنج روم، غرفة تغيير الملابس، نقدر نحط الدواليب هنا مجهزة منطقة الدريسنج روم.
داخلها عندنا دورة مياه خاصة بغرفة الماستر وانتو بكرامة، دورة مياه متكاملة. كذا شرحنا لكم تفاصيل شقة أربع غرف صالة بمساحة 212 متر مربع في منطقة أكشبات. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.